التقاضي إلكترونياً. أنا مش فاهم بالظبط إزاي، وده اللي هحاول أفهمه، لكن أقدر أقول لك إنها لأول مرة بمجلس الدولة التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري إلكترونياً. يعني بالنسبة لواحد زي حالاتي صعبة شوية، أنا عايز أفهم كونها لأول مرة. إذن فهو أمر كبير وأمر مهم، مسألة إنها يحصل تقاضي ما بشكل إلكتروني، ده إحنا كده قطعنا أشواطا وأميالا. خلوني أرحب معانا على تليفون بسيادة المستشار تامر السيد أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد للشؤون المالية ورئيس وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي. أهلا بيك يا سيادة المستشار. اهلا بحضرتك يا زوزي، واهلا بالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. تامر بيه، يعني ايه التقاضي الكترونيا؟ الموضوع واضح انه كبير يعني، فانا محتاج افهم تفاصيله. ببساطه التقاضي الالكتروني هو تحويل دوره العمل الورقيه، الاجراءات الورقيه المعتاده المتعارف عليها، الى الوسائل الالكترونيه. يعني من اول اجراءات اقامه الدعوه، ايداع صحيفه الدعوه او الطعن، مرورا بمرحله تحديد الجلسات وتقديم المستندات، وانتهاء بصدور الحكم. وده انا اعمله ازاي؟ يعني انا هدخل على موقع ما او الموقع التابع لمجلس الدوله واقدم الطلب بتاعي او الدعوه بتاعتي واعمل ابلود للوثائق اللي موجوده عندي وما الى ذلك؟ بالظبط يا فندم. هو يعني اسمح لي ادي حضرتك فكره بسيطه عن بدايه المشروع، اللي هو يعني نقدر نعتبره جزء من استراتيجيه الدوله للتحول الرقمي اللي اطلقها السيد رئيس الجمهوريه. عظيم. وفي جميع المجالات وجهات الدوله، ومن ضمنها طبعا الجهات والهيئات القضائيه. المنظومه دي زي ما حضرتك وضحت كده يعني خطوه كبيره جدا، لان هي ليها مزايا كبيره جدا بالنسبه للساده المتقاضين. بتحقق سرعه في الفصل في القضايا، بتسهل على الساده المتقاضين اتخاذ الاجراءات القانونيه المتعارف عليها. يعني نتخيل كده ببساطة انه المحامي اللي هيقيم الدعوة قدام المحكمة، بدل ما هو محتاج ان هو ينتقل ويروح بنفسه ويقف وياخد دور ويدفع رسوم، وقد يحتاج انه للسفر، مثلا لو هيجي يعمل اجراءات قدام المحكمة الإدارية العليا، هي محكمة واحدة في الجمهورية، محتاج ان هو لو في أسوان ان هو يجي علشان يعمل الاجراءات دي. نتخيل ان الاجراءات دي هتكون متاحه ان هو يعملها من مكتب، يعني هيدخل على الموقع الالكتروني بتاع مجلس الدوله ويستخدم التطبيق الالكتروني اللي هو احنا انتهينا حاليا من مرحله التصميم بتاعته. حلو. وهنبدا المرحله بتاعه التشغيل التجريبي ليه، طبعا اللي هي هدفها ان احنا نشوف الملاحظات اللي بتحصل في الواقع العملي ويتم تلافيها، وصولا للتشغيل الفعلي اللي ما بيكونش عليه اي ملاحظات. في الحقيقه المشروع ده بدا من فتره كبيره، بس يمكن بدايه الانطلاقه زي ما حضرتك اشرت يمكن بدات من سنه ونص مع تولي السيد المستشار عادل عزب برئاسه مجلس الدوله. يعني المشروع اخذ دفعه كبيره جدا ما شاء الله، تمثلت في انشاء وحده متخصصه تابعه لرئيس مجلس الدوله مباشره، مسؤول عن التحول الرقمي. تم ابرام بروتوكولات تعاون مع الجهات والوزارات ذات الصله، طبعا وزاره الاتصالات على اهم الجهات، وخصصت فريق من افضل الخبراء المتخصصين في هذا المجال. تم ابرام بروتوكول تعاون مع اكبر بيوت الخبره في هذا المجال، الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. كمان مؤخرا بدا يبقى في تعاون مع مؤسسات دوليه زي البنك الدولي، علشان الهدف ان هذا المشروع يكون متماشي مع افضل الممارسات الدوليه. ده شيء رائع جدا 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 سيادة المستشار، فعلا من قلبي نهنيكم عليه، نتمنى ليه كل النجاح. شيء أكتر من رائع، توفير للوقت وتوفير للمجهود، وكمان هيخليني كمواطن أقدر أتابع المسار بتاع الدعوة بتاعتي حتى نهايتها. أنا بشكرك جدا جدا سيادة المستشار تامر السيد أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد للشؤون المالية ورئيس وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، هذه الشعبة أو هذه الإدارة المسؤولة عن اللي أنا بقول لكم
عليه حالا. طيب